بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت الساعة. سورة القمر هي سورة قاف. إن عيدين كالقدتك هذا سنة النبي كان بطيب الشيخ وبابا يستي. قال الإمام: أخبرنا محمد ابن منصور المكي قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة بن محمد الهلالي قال حدثني الضمرة ابن سعيد الأنصاري المدني وننثق أوي ومن الرابعة ذهبنا وثقوا كغتك أما الحافظ وحول وثقة رأي حافظك أنا حوق بذنب المودة أمك الله في ريو توثيقة إنك كي مذا فربنا من المتقدمين وذلك شارحة ضمرة ابن سعيد الأنصاري وحول ومقبول ما قال ماله اعتمادي حلقية نصات تقريبك وهيستئن حكم كاخل دنكو قرنيا دعكرتا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال خرج عمر باب بحي رضي الله تعالى عنه يوم عيد ما العيد بحي فسأل يعني إن تكذب بحي فسأل وحوه دي عمر أبا واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف بل إلى سحابي قاس ما عيكا لو الله شيء أبا واقد الليثي الحارث بن عوف ويدي بأي شيء كان النبي شيء قيب النبي أها يقرأ مد أخرية في هذا اليوم مالكا أسقاه صلاة مركو تكن بعد الفاتحة نبي محو آخرين جريبه ويديه فقال وحولي مركة أبو واقد بقاف واقتربت الساعة سورة اقترب ياسقاف بكت كان جري رواياك لحديك أولا يا عمر مركز وحولي صدقت رنبات ساكتي عمر وحلوغي هذا هو من القدماء السابقين في الإسلام أبا واقد ليتنا وحو إسلامي فتح مكو إسلامي مركا وذا ده قاركو حيلين سيب عمر او دين كرا ابا واقد ليتي سؤاشا ايضا للاستشهاد بعد ذكرت انه ويديي وحا ذكرت انه ويديي بل اسغا ابا واقد اقونتي سي فهم كيسا انه اوغادو وحا ذكرت انه ويديي ان مساله لا موجيو هذا وخي غرانيه يا ارضي ويدين اما نين صاحب كا اسي اي دك كله كولا سوقد اوغا فايدهستان اما حضورك اي ام قلان وحا كتوسيه مركا روايه اصدقتها با كتوسيسه انت هذا هو معناها قود اما حديث كسي حديثة قد بالاسكو خلافي على ضمرة بن سعيد اختلف على ضمرة بن سعيد الانسار المدني وصلا وارسالا وذا دا ارسال كي رجحان وذا دانا وحي رجحان وصلقة دار قدني باكا مدى ان منك رجحي ارسالك مجلد كاللحاد صفحة صدح بغلاد على الكيسة اما سؤاش الرقم كن هالبغل كنتن يشن صاحب نزة الألباب كمدة في قول الترمذي وفي الباب مجلد كلبات كون صدني شن مركة سداسة يا جرتة هذا خلاف كاسي واجرة علماء وحيلين وحدكم ومتصل باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك لعلى وهل أتاك حديث الغاشية إن مركة قرط الضوء أخرية كرو سبح اسمه هي سورة الغاشية سورة الأعلى هي سورة الغاشية لقوب بدلك رماشي اقترب يقاف أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوا يقرأ كي أخرية في العيدين لبدا صلاة العيد أضحى فطرقة ويوم الجمعة مالك الجمعة أبا بسبح اسم ربك لعلى بكو أخري جري وهل أتاك حديث الغاشية وربما وحلقا يابا اجتمع لبداسي صلاة إنا يقول من عيدينك مدود يجمع لي في يوم واحد هل ما لا يسوينا الدان وفيقرأ به ما نبقى أول آخر يا دعكر تحديدك وصوم مري في كتاب الجمعة إنه قصوم مري سندا ومتنا بإنه قصوم مري باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة إن لخطبة عيدينك كذب إما كصلاة التي كذب إلا خطبة أخبرنا محمد منصور المكي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عفوا قال سمعت أيوب ابن أبي تميمة سختياني يخبر أصوغ أول رمايان مغلي عن عطاء حديثك كتبين هيا عطاء ابن أبي رباح حديثك كتبين هيا قال وحول مرك عطاء سمعت من عباس رضي الله تعالى عنه بابا مغلي يقول أصوغ أولي أشهد حنقرية أني شهدت إن أنك قيب قلي العيد عيد أن كقيب قال مع رسول الله نبي محمد جيران كيسة فبدأ صبنو حكوب اللابي بالصلاة صلاة بكوب اللابي قبل الخطبة خطبة الكهر ربي صلاة بوتك هذا انتو سن خطبين كهر ثم خطبا كدمنا وخطبي وخطبة بعد دم بيسي
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن منصور ابن المعتمر السلمي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر مالك الدنرق النبي ونأخد بي مالك الطبناد ذي الحجة بعد الصلاة صلاة كذب هذي فطر التائي هذي أضحطة والنبي وخد بدي سادا بين جرتي وحانه الرينجر الصلاة يعني في نظام بلغو سعد وادم بخلاف يمنا خلاف معتبرا ماها. باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. باب التخيير إن ليس دورن سيو بين الجلوس فردق الله فرس خطبة لدقي سيو وبين الذهاب بكردق انتهي يعني بين مرة دي لكينا وانت دنبرا طرف اللي بادن لكينا طيب بين هالطرف شيء أنا متعدد أنا ما قشوه كتير. باب التخيير إزدورنسين تبقى باب اللي إزدورنسين أي بين الجلوس إن لوفر يستخطب دي في الخطبة إلى الخطبة للعيدين يو بين الذهاب والرجوع إلى محوها إلى البيت والديار يعني نبي مركو خطبة ويستعين أمد دورنسين جرو نجر وأنه خطبين إن نينكي مركاس فردي كريدة جيسن كرنا هادا جيستو نينكي مركا أن فريسن كرنا هاسك الصعودو خيار كاسوكه الله يا شيخ. أخبرنا محمد ابن يحيى ابن أيوب الثقفي قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني ثقة إمام جليل أو وليب بعض أهل العلم وحي كفض الينبا على ابن المبارك رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن سائب المخزومي من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد النبي عيدة كذي قال وحوني يعني ثم قال كذي انتهي من أحب روحي شعل أما شعل يست أن ينصرف إنه قدومه إسكال لابتو فلينصرف قرقسها كل لابتو وحق بوليها ومن أحب روحي شعل يست أن يقيم إنه النقاذ للخطبة خطبة النقاذان فليقيم هالنقاذ هالنقاذ يست خطبة حديث كان اللباء نعم الله قوير حق سي حديثة دون حق من حيث المعنى وانك هرى كجرت احمد الى هذا ومعناها هو طري وحنا كدروا ليه هاي احمد من حيث المعنى ايكور روح ليه هاي نبي هدو امدي لنك خطبه دغيسن كرنا هدا دغيسن كنا وافسحان هي او لا ودا دريرون نيبو سن سو هارين امامك يو خطبين بول مكليه با غعمه تاغتاي وماشي كو سو هاري مركز الغاء الخطبه نقون ميسو خطبه دم ماشي كبخي ميسو طيب حديث النبي قصو وكل صونا إن دت كبرن كنا إفرين هيا لو النبي محمد طيب خطيب ربنا أمي ودات صمالي أمي هي وصوبني هدو صو وكل صونا أمد كبرن كذينا إفرين يرنا إيدنا يسنا دن ليا واجي وحنا بيكدم بيدت كهدي فصح الله سيو الله يدا هذا نينك خطبة دقيسنا وهفردي نينك لنا وفسحين وجانت للروه يا ماشوا كصهر هاي خطيب كل يوم بفرها تكتاج إذا خطبة إلغاء بنك أحمد وكوير حديث كم حياته المعنى من حيث إسناد نوار عرس باكور دعاي الإمام النسائي وحو كسو قوري مزي في تحفة الأشراف حديث كان مركو وريئين نسائي لي هذا خطأ والصواب مرسل هذا خطأ وصل لك حديثك فضل من موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه انقاب كان الله وصلي وحديث نبي محمد الله قرده وخطأ صوابك وإنه مرسل عن عطاء عطاء وحو رنجري نبي يري سيداس حديث انه مرسل هي ايا لغا سو غوي نساي marka waxa dhici karta dalkaasi kubrahana kuma arag suqrahana kuma arag in nuskhadi atiqada ama nuskhi mizu wa haystay fiicna wa hadalka ku jiray kuwa kale uu ka go'ay mizu wa mu'tamad fi dalba abu daud asu waxa ku soo maray inuu yiri fi sunna hada mursal sida nasaay basna rajahay sida sawabka intu soo mawsuula sheegay ya asagoo mursala ba ya wuxuu rajahay mursalka رجع قضية أصلاً سيدا مرأي الرجح وحاكمه أحمد حنبل باكمل أصلاً حوري إنه حديث مرسل إلا وصلنا وخطأ وحنا كوجفي الفضل من موسى السيناني وإن كان ثقة إمام سيدا كوجفي بيليين سيدوك لو حام مرأي أبو زرعة الرازي وحام مرأي علي يحيى المعين با مرأي أبو زكريا وحام مرأي أبو حاتم على ابنه مجلد كصدحات سافر بقول كنتني السجال أما سؤال الرقم كشام بقول طواني يصدح رجع قضية فهي وحاكم من راجب الحنبلي في فتح الباري مجلد كلحاد بقول أفرتني يا سيديد أصنع قضية أدب وجهل وحد مودا هدي لقصع الطريقة هيد إن أئمة متقدمين تهيد ورفعني اللو قدم بي ماشي أيقون مرانا لقو قسبين هاي وننك متأخر كمحقق وقو قسبين هاي حديثكم إلا الرجح إرسال كيسة
oo wasligiisa shuduud u yahay ama uu munkar yahay saasad mudda inay xoog badan tahay wal ilmu inda Allah bab zinata lil khutba hadii marka aad marto xadiidku inuu san sugnayn waad ka nasan haday iskaalka axmed uu keenay ee aha khadiibki ayaa laga dareeraya hadii aad qabto xadiidku inuu sugan yahay waxaan filayaa shaqalbaan inuu sida maray xadiidku inuu saxiixinayay marka waad ku qasbantahay inaad fasaxa bixiso oo nabay ku dayato waman iqtada ihtada budada ibn carabi waman iqtada ihtada ninka nabiga ku dayda waa hanuuna waa runtu waa gar leeyah siduu nabigu sameeyay dad samayso meel walbaba waad libaanaysa baabu ziinati lilkhutba in khutbada la soo qurxiyo loo diyaar garoobo اخبرنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعه قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن اياد ابن لقيد لقيد السدوسي عن ابيه ابي اياد بن لقيد السدوسي ابيه ولكم والله ثقه قوي عن ابي رمثه البلوي صحابي وحبيب ابن حيان بليده ذهب الترمذي سيودي في جامع مكه مريني وذاك لو حكوا شيخ الرفاعه ibn yatribi inu ahanin tabib oo dhaqtar ah ayuu aha waliba dadka reemiga toolajooga nimay aad ugu kalsoon dhaqtarnimadkiisu aha wakii nabiga intuu u yimid nabi maxamed markii diintu u dhageysto islaam oo fiicnaado hawsha la kulmay ayuu nabiga dhabarkiisa wuxuu ku arkay khaatamun nubuwah oo meel soo taagan oo timo yar laho markaas wuxuu qaatay inay baxdin iyo tuluux iyo wax noocaas ah tahay markaas nabi maxamed way carab way iga warqabtay nin dhaqtar oo maahir oo musiibaan ah hawsha waa laga dambeeyaa kaab ka abaan waxa u lahaan jiray meesha ma yaraa firiin hawlahay ku dayo in ka daweeyo dhaqtari nabi wuxuu leeyahay ilaahayga abuuray baa dhaqtarkeeda adigu hawlahaadi ma hawlahani iskaga baxbaa leey baa alaab kala weeye qaala nabi qaala wuxuu saxaabi abi rimtata albalawi raaytu nabiyya nabiga ka sallallahu alayhi wasallam yakhutub asagoo khutbaynay wa alayhi burdan wiil asagoo dhalay baa la socday abi rimta wiil asagoo dhalay wakii saxaabi ku yimid weeye ku dhaartay wiilkiisa wiil asagoo eeg baa la socday asagoo dhalay markaas nabi maxamed baa dhalay wiilka xuri uu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartaan aad dhalay baa wiilkay nabigu waa ku qoslay waa muusooday wiilka waaga dambe la weydiiyo nabigu muxuu ku qoslay nabigu wuxuu ku qoslay buu yidhi aniga aabbahay waxaan ahayn suura tibqa alasli laba ruux oo la kala jeexay baan ahayn buu aad baan iskugu ekay aabbahay ninka arka iyo anigu marka isku kaya qaldi jiray buu ma odaygii baa leemoodi jiray marka qaarkood dadkan aad noo kala aqooni aniguna mar aabbahay baa wiilka la moodi jiray aniga leemoodi jiray marka aad baan iskugu ekay dhaarta aabbahay iyo shabaha aan isu egnahay ayuu nabigu marka ku muusaday buuri kadib nabigu wuxuu yihi ashhadu innahu laa yajni calayka walaa tajni calayh soo wiilkaada ma aha oo kuma dhaaranaysa ha oo aada kuguma eko ha dembigu galo laguu dili mahayo adna isaguna ku galo kaad gasho loo dili mahayo aana inaad yarba u dhinta meeshuu nabigu ku baabiyey saxaabiga ku timid weeye saxaabigaani wiilka wuxuu yihi marka nabi maxamed marka rasuulka la sheegay nabiga ruux aan bini aadamka lamid ahayn oo ka duwan baan moodi jiray buuri marka aabbahay intuu isoo kaxeeyo nabiga aan u nimid oon diinta dhegaysano cabaar fadhinay yuu aabbahay wuxuu yihi ma taqaanaa wadaadkan aan wada hadlayno maya waa rasuulka ilaahay markaasay qandhay qabatoon gerirey buuri wakuntu adunna ana arasuula inuu yahay makhluuq gayra albashar oo kale ka duwan markaan arka ruux bini aadam oo caada ummadda la hadlayo dhex fadhiya waxbaabay ugu dhacay buuri markaasuu nabigu la hadloo dejiyey wiilka qiso dheer bay lahaayeen qoyskani tirmidi baa asagoo dheer keena ama nasaa'i wuxuu kaga gaabsaday waxa ka khuseeya رأيت النبي يخطب نبي محمد خطبين هي أنك وعليه بردان أخضران إنه النبي خطبين هي لما معوسوا عقارنا قبي لما معوسوا عقار حل لها دو حاحلين جريضتك آد وحرقون هي سقرحين هي وعليه بردان أسوي لما معوسوا قبو بردان كذو لبقو رادير برد قمر كدر قيمة بدون مخططة ويمن لقى كين جريبوها سند كوا صحيح هذا صاحب أنيس الساري حديثا سوى تخريجية ضرق ليس رقم كسيدتني صدح سيدتني صدح أما مجلد كوبات بقول يصدن إلى بقول صدن إلى بوكا الله ولا مراجعين كره باب الخطبة على البعير إن رتيجة دشي سلوه خطبين كرو رتيجة دشي سه إن لقوا خطبين كرو دي الله باب أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي زائدة عفوا ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي عن أخيه ولالكي ولالك والسكوه دور ولاليه أجرته رواد وحورسة حفاظ لكم حبيب بدين ننك والك إنو يهنين لأي سعيد سعيد نبي خالد اللي أسوى إسماعيل نبي خالد الأحمسي البجلي ننك النا ولالكي سعيد ابن أبي خالد الأحمسي إنو يهيب اللوب بدين حفاظ ويرجحها يا رواد كان لكم حجيين عن أبي كاهل الأحمسي وقيس بن عائذ بمقع سلي أبي كاهل قيس بن عائذ
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم باركي صحابك وحوري يخطب صغو خطبين على ناقة هل دوشي وحبشي ينر حبشي أنا وبلالي آخذن أوها يو بخطام الناقة هذا هشهو قان كيدي هشهو قان كيدي نبي الهاشة دي أتصارن تدخل بين يسوي رغاقي اسك بناء واسك حيوان وي مركا اسك هو استغناء مركا هو قان كهي مركا صدرير كيدي يو علي دي قربها كقدا لنا هي نكلا بلال بلال سيدا سوي مرقى قاركود أبي كاهل كوغويا وغويا إسماعيل مرنو شيغي جري مرنو شيغي جري لو ده رواية بمكان يسوينهين أي حب بدن مرقى جواز الخطبة على الناقة هذي حاجة كينتو مرقى علمات والله بقى أبي كهلانو قابك صابك كيني علو حين يددك بدنا ومضو من برنامج جرين إنه يقول إنه مضى هالكو ده قارسي يدون هاي يوم النحر بين هيدا ودوحي هيد مالين كي لسوح جيبي هيد ساسو نبي قصا أخذ بي هذا واحد بهي أجرين هاشو حفولي ميسد يعود هذا ميكروفون هلي كرتو مضو نبي وده قاري مال اللي روح الله ما بحنو مال اللي روح الله ما بحنو طيب يدو مالين كي أولي بنبي إلهي ميكروفون أركي بي وصحابي كشي كي يدي أنه جوغنا نبي حنو الميش سهفر ديو بغي لما تنكن وروح لسو حجدي أما دور بغولو كنت كنوبة لما بقولوا كن كده وبلس وحجي مرقاس وحطكن نول بيشدون كجار هاي يو كفو ومرا نروح بعد نجرين وحوي هاي بعطكن نبي أنكم مغليني مرك إلهي بعطك قيبيني وما رميت رميت وقلي نقط مالك أخذ بدل النبي صلى الله عليه وسلم باب قيام الإمام في الخطبة إمامكم يروح خطبة استاج ومفرد وسكو خطبة يني لوحي كيم وايس بدل شيء خطبة يوم عرفية يوم نحر يحوى بأس بدلي يأس بدلي باب قيام الإمام في الخطبة أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري لأنه يوم النمر نبي خطبة يربو الجيدي يوم النحر نبي خطبة يربو الجيدي حتى بعد طواف الإفاضة كلمة نبي الجيدي بعد رواية كقاركوت الشيطان مرك هذا كنا بقوة بضنا مرك هم الله جمعين إن شاء الله باب قيام الإمام في الخطبة إمام كنا خطبة استاغو أسماعي أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال أحدنا خالي بن حارث الهجيمي قال أحدنا شعب بن حجاج عن سماق ابن حرب سماق ابن حرب وانا صمر وانين اضو صدوقة مفاريدي سينا لأقبرين بالراجحة وانين صدوقة طيب هدو عكرمة وحكورنها هي رواية ضعيفية وصدوق إلا في عكرمة فالرواية عن عكرمة وضعيف لكن هذه ليست منها أما الرواية كلين عن عكرمة هنا ولا انفرادين النسائي البخاري محقين تواوين وحي قبان إنا لأقبرين مفاريدي سيحديث لا انفرادي اللهم إلا يقدمت وحكوريان ما كشعبة والثوري حديث كان شعبة كقضان هاي الرواية كلا ثورنا وإيمان دونتا إن شاء الله تعالى مركي واسوغينا قال سألت جابرا ابن عبد الله الأنساري رضي الله تعالى عنهما أكان رسول الله رسول كلاه ماءها يخطب كي خطب يقائما أسوغو تاغا قال وحوري جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب كي خطب يقائما حال كونه استاغا ثم يقعد مركز فرسنجا قعدة فردي ثم يقوم واستاغ جري اليوم النسائي واحد مدائن وخطبوين كي جمعة ايو خطبة عيد اسي الحاقين ايو القيام في الخطبة الخطبة قائما دا يذوي حديث بان باقود تميد لكن ان خطبة العيدين اي فرد الى ذاهي او الا با خطبة ايهين وحديثكم ايمانين وحديثكم ايمانين اليوم النووي رحمة الله تعالى علينا في كتب حدودها وقياس على الجمعة ده قبل با خطبة الله خطبين ايا جمعة بيقى قياس قاتانا واحنا سمجره طيب إيه إجمع منا بقى مركز أساسا ياد مودة مركز النساء يصبحوا قضاء إن خطبة عيدين كي الله خطبة أي تاي قياس أما جمعوا إلحاقين أيان أما حديث كان إدلاق قيسة يكون لقاي حديث كان إدلاق قيسة النبي قال خطبين جري قائما مركز فريسين جري وهذا أنا كي عجري ثم يقوم الله خطبة ماشي كم وقتا مركز هو إدلاق قاسين يكون لقاي بان مودة لكن صوابك وحاول إن لسكو قيد وما دام حديث مخرج واحد ياي روايات قالوا حكيم إنه خطبة الجمعة آهي سدا ولكن لسكو حنباروي مطلقة يمقيد كوان لسكو حنبارة ضي في باب الأوامر والإثبات كي مادان مرك باب النفي والنهي كي مادان لسكو حنباري عراية جمهور الأصوليين هدي باب النهي والنفي هوش أي تهي لا يحمل المطلق على المقيد على التحقيق حمل المطلع المقيد وحمل قلاء أوامرته هي إثباتاتك مالا منفئ نهي من نأوسا كجر نهي كجر أيها وشاقشا أيضا مركا إطلاق تقييدك أو قالوا أحناف باخلاف سن أحناف مقابان حمل المطلق على المقيد سيضو مقابان نسائي مركا أما بابك أحنافيت بوصاك فودة قليو وكبيري
أما حديث كإطلاق سجود بكرة غير لبذا مدون ويسد موقتا. باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. إمام كونه خطبين كروي أسوق تاجن ولبا كدن جيوا كتير صار وقرب كايستبن آدم. قيام الإمام في الخطبة متوكئا على كونه على إنسان. هدي أروح كتير ستي هداد أول عسكتي هداد بر عسكتي هداد تير عسكتة بإنتو ويبرنان تاي وحن العسكة وحاجة إن صنع لقى دجا أشة هي سيف تخطب ده إن لقاته لصنع أضم أبهرين بورن يرى إسقى عقبان إن أشة صنع كدة تطام بيكن نقاش وذا ده حديث بين قصة مرة أبو داود الحديث كحكم الحزن الكلفي بين قصة مرة إن أبو مالك خطب على عسن أو صيف. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العزرمي قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال شهدت الصلاة صلاة بان كقب قلي مع رسول الله أي حضرت بيكدقنتاي في يوم عيد ما إن عيدت فبدأ النبي وحكم بالله بأعماشي بالصلاة صلاة بكم بالله قبل الخطبة خطبة الكهر بغير آذان آذان لآن ولا إقامة أقيم لآن صلاة كان له آذان أو له أقيم صلاة عيدينك آذان أقيم من ذنب لها إيا كصوف إيا كل من ذنب لها صوفك وحن قصهم الركلية صلاة الجامعة اللي يلي. فلما قضى الصلاة صلاة رمي ملك دمي قام وإستقى صوبانه متوكي أن أسوه قرب كايستامة كدن جيغو عسكن أي معتمدا بيكا ديغانتا على بلال بيغا أسوه عسكن فحمد الله إلهي بما هدي النبي وأثنى كما هدي أمها النقي وأثنى عليه وأفى الله أماني ووعد الناس أمدنا وواني وعدوا ابن تيمية وحوشة ووحي جمعية ما جمع من الكلام بين الترهيب والترغيب وحولي وعد وسيدي سوبا هدوسا سكدر سنن عبس جين روح الله عبس جلي بعقاب الله وعيد وانتقامه يرجع جلين بثوابه وإله جنة كرامة ديسة وعد الله ما يلا استغراق القرآن كان هوش يكون قريب ولمركه أو شيء إمامك واشجع ووعد الناس مدي بوانيه وعديه وذكرهم قالوا حسوسيه وحفهم وحق عربي أما كبرية أما كجباب شيء على طاعته إله لا يطيع له جان سمو إله لا أمر قاته ثم مال نبي قوال لحيوي ومضى وحون آذي إلى النساء الضمر كمسلمات كاي سوت كذيب آذي ومعه بلال بال للسعودي فأمرهن نبي وحو أمري ضمر كمسلمات كاي سوت كذي بتقوى الله إلهي عبسيس إلهي كعب صدان إسكا إلى ليان باجتناب النواهيه وامتثال أوامره وعده النبي ووعدي وذكرهن ألو حسوسي وحمد الله إلهي بكم هذي أما أمها النقي وأثنى عليه وافى الله أماني أنت أصوم رأي خطبة هؤلاء وانا أي ضمر كان الجارسي ثم حثهن كذب حكو عربي أما كبر هي كتر ترسي على طاعته إله لا أطيعه ثم قال مركز النبي والمركز الأقل لسوقاني تصدقنا وحلبح الضمر فإن أكثر كنا حطب جهنم بدن كين أما كو إذن كبدا باتهين جهنم حابديدا اما بدنكي هو جهنم حابديدا وحديث عروس ويعيد اهان على النساء المسلمات مركا اكثر كنا وحوي حطب جهنم بدنكين وحاتهين جهنم حابديدا يقريه هذا مركا وان حلقه بدبالي الصدقه هو نغدي حديث بان كو يماده الى عرديسا اني اي بختيسو ميته تصون اي دفاعده وحبدن باي مركا صدقه ليدهي. فقال امراه وحيتري من سفيلة النساء الدمر قوة هو سيئة سفيلة أدبا لغودة قالما من سفيلة النساء وذا حركة يوريبا سفيلة سنة اللو بدن يهي وروايك لو حين قصوا مرأي من سطة النساء روايك لي من وسط النساء هو ينك برطن قضي كإشتاقتي ومكام كينون بارلقها الله يا وذا دايلي نمان وحد يمي الدمر كرد حي أهيد هوين يرنا ما أهيد هوين يوين الدقان ما أهيد حديث قال لكن لفظه حكوا عادي هاي هؤلاء اللي جرون هاي ولا جعقل بدينا يا هاي. فقال امرأة هؤلاء وحيتري من سفلة النساء يضمر كوده هوسية اللي تأ أمامحو هاي اللي جرون هاي صفعاء الخدين لما طبعا مدمدو صفعاء واحد ربان تلي يضمر كوده شكوات كم يلا هكذا شيء ما كي ديج يريان أما أملان وكلا أما حمل أي هنا تاجرين كوده شكد من إسكاب بابا سواء ربان بيد هذين أتقان أما ما قال سفعال خدين دبا نمدمدو مركا تاسي اهيد لانو حكينا هي انيسان عقل قبر بديس ايسان هاينو بحسن نبي محمد وطاقانو هلكا امدو دان تاقان تاي هاويني دا مركاسي نبي قفود دقليسي هاو وركو دبار سهل ما هاوي
marka in halka laga maagay yaa dhici karto laga weeray iyo in dhaqanahanba loo yaqaan waxay tahay lima ya rasuulana maxamed maxay ku dhacdoon xaabada jahannama ugu badanay qaal nabii wuxuu yiri tuksirna waxaa badisaan ash-shakaata ay shakwa wa tashakki shayga shar ala alka inna allah yakrahu al-bu'sa wa at-taba'usa wa kihadiku kuyimid ilahi wuxuu naceb yahay balaaye sheegida iyo balaa sheega kanaan ahay bastay baanahay sakaraad baanahay nafta igu dabayar xabaal qori qarkeed baan qori ka soo qaaday sadaqa igu baxday hadday hawshu sida noqon lahayn balayma arkeen balaayo ninka soomaaliga akhri mahanaq iyo ilaahay ka abaal sheegashi iyo waan buuxnaa maba waa ku yartahay marka ilaahay waa naceb yakrahu al-bu'sa wa at-taba'usa kuwa ku dhiyo waxbaan qiimeyno maxallis yahay waa la rogman soomaali way u dhammaatay dib dambe soo cifan mayso god bay ku dhacday imisaan ka talinahay la arki maayo ku leeyahay adoo khalkhalahayo oo netolo goorma adoo madax lagu jebin doono dhulka lagula goyin bogaagu kuu bari yacni balaayasheegu ma fiicno iyo eed sheegadku dumarku markay tugsirna waxaad badisaan buu nabigu ash-shakaata ayay shakwa min azawj aw min alaqribaa'i walcashaa'ir وتكفرنا وحاد كؤبا الحورتان والجسارتان العشيرة أي الزوجة أي المعاشرة ننك إذا انقبئ سيقينا أنا هوينو إذن مركو ويكؤبا الحورتان بمعنى وحو قبتين وناقا إحسانها ويكؤبا الفرب ويكؤبا إيه جسار أبا الحور باكوبا أما جساريت فجعلنا قرت واقاتين فجعلنا وحيقودن قبله مسلمات كها ينزعنا إني سيب هيان ويسوب بحين هيان قال إدهن جمع قلاد كولوه دي كوليه الذهب كا أما فضة أها أما وحواك لو نكسن أها خزف كا أها بيصوب حيين يو أقرضتهن محوا دق دقه هذي جمع قرط قرط وانا وبالك قبل دق دقه هي كتان وحال وحرا عرشوا ده وصل لجد ليلية كره الدين لجد ليلية ما قعكلوا ليه وأقرضتهن إيا دق دقه هذي بيصوب حيين وخواتيمهن فراتيه هذي بيصوب حيين يقذفنه أيه وكتورة يكرده هي ألعاب تصورن في ثوب بلال بلال مرو هيو وينيد بي كغرهيه يتصدقن بها اي وصدقيسن اي هانتيداس ذهب كا دغدغها كولها و هو دنا اي سلسله الى بحايا حديث كاني مركه وعد ان امامك وخطيبك مسلمين تادي رج والله عدكنا و ودا غاري و يدمرك مسلمات كاما و كبقين وسمعن و انغ سو مري حديث ابن عباس يكي جاب كان جابر با روايه اه النبي و هو ملي اني سن سفعن امقل خوبد اي غاري وين الا وا لبدناي marka uu u tagay uu u tagay hadii laakiin mikrofoonku uu gaaray oo khudbadii ragga loo jeeyay mid ay toos u dhageysan hayeen waxa ajo marka loo sii qabo in markaasii loo tago ma ay jirto cinda jumhur ahli ilm hadii loo baahdana sidoo nabigu yeelay baa la sheegaya marka khudbadan dumarka loo jeeyay khudba maqsuuda ma ahayn illa keentay bay wadaaduhu leeyeen oo adamu samaa'i khudbatihi sallallahu alayhi wasallam ah waxa kale oo u dhalishan jumhurtu dumarka muslimaadka waxyaabaha ay leeyihiin hantida inay sadaqaysan karaan ragoodii oo idmin marka aad baa lagu dagaal xadiis baa ku yimid gabadha muslimaada hantideeda ma bixin karto gabadha la qabo iyo xaasleyda ma bixin karto ilaa ay ninkeeda tala galiso warwadaada waxa uu $100 maanta la baxay la soco ayo walaal ay khayr Allah ku sii xuquuq maadaama asagu meesh uu iska yahay madaxweynaha ka yahay la yajuzu al-khuruj ala imam ilay yahuda duqadaha qarkood yaani waa xugo wala tala galin aabahay ba meesha yimid xugo dhowr boqol aan u tuurayo allah ku barakee wadwa yaani inta ixtiraamka ee madax u salaaxida asugu faqir sabool baan noqdo gabadhu haday doonto habeesho laakiin maadaama meesha uu oday ka yahay xugo hal la ixtiraamo halkaasay marina xadiidkaasi ku dhageen shaalbaana xadiidka waa saxiixa jamaac min asalna wa munkar baylay si kastaba noqoto xadiidkaani taawilkiisu waa adag yahay wadaadaha qaba dumarku muslimaadkeen la qabo hantidooda ma bixin karaan ayagoon idan weydiisana zawjoodi tan waxay kaga jawaabahayaan waxay leeyihiin xadiidkan waxa laga yaabaa inay idan horo mutlaqa haysteen inay haysteen baa laga yaabaa waxaa kaloo dhici karta nabi maxamed dadka la mid ma nabigu hadduu hadlay istajiibu lillahi wa lirrasul wi laakiin intii na kale baabka nabigu rag iyo nabigu hadda isqabtaan ragga iska tigilaa soomaa nabi maxamed hawshiisa uu la baaba ma waxaa lagu bishooleeyay horta nabiga hortiisa ma ku sameeyaa anagu nabi aan ku dayanayna wa in tudiicuhu tahtadu واتبعوه لعلكم تهتدون اذا مركه waxa weeyaan xadiidkan mushkil bu ku yahay nimanka kale jumhurtu ay u saasay qabaan tayib wixyada maalkeeda ay leedahay biduni idnihi bay bixin kartaa bay jumhurtu qabaan wixii asagu u leeyahayna wixii yada iska raashiinay xabad aan jeeray
tobanko labaatanko shilin iyo wax yar oo biilkeed ay ka bixisana inaan la isweydiinayno la isku noqonayna ayna waa sida raajixa waana urfiga salafka waxa waa weyna hawsha ayadu taas u baahan in wadaadka lagu warceliyo laantina aan la bixin karin baab istiqbaal imaam an-naas biwajhi fi al-khutbah imaamku inuu dadka wajiga la soo qaabilo adoo si jeedo jagada u duway dadka u khutbeyn ma isidee wala wajiga soo siiso akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن داود ابن قيس الفراء عن عياض ابن عبد الله العامري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر مالك فطر النبي بحجري ويوم الاضحى مالك عرفه الى المصلى ماشي لو غرونك لو توكن يتجري فيصلي بالناس ضدك توجنجري فاذا جلس في الثانيه مركو فريستو ركعت قدام بيس في آخر الثانية اللي جيدا ركعت قدام بيس الصلاة ده أو سلم سلام النقصد قام واستاج الجري فاستقبل الناس أمد اللقى بالجري بوجه وجه سكوس وجه الجري والناس جلوس تكون أي فرديان فإن كان له حاجة هذو النبي قدام ليه يا هاي ومسلمين تماشي قدام كلا يا هاي بعينه هاي هول أشيوه وحيسن أوين أودرينسيو يريد أودونها يو مركي وتفسير الحاجة لكن رواية كلها كو إيمان دونتا في كتاب الزكاة كو إيمان دونتا هي كتاب سيربا وحاذ كو يمد فإن كان له حاجة أو يريد أما أودون أن يبعث إنو الدرو بعثا عيدا أودرو ذكره وأشيق جري عيدا كأما دانتا للناس أمد أشيق جري هدو نبي قدن يأغيسيس يحالت قوني أورمين أشيقان وأشيق جري هدو رمين ماشا عيدا كقوي أو عيدا كديرو oo rag uu ka kaweenana uu ka kaweyn jiray tayib hadii kale khutbada iyo khayrka kale uu ku gaabsan jiray wa illa hadu san dankala lahayn amaranna sadaqatu farijira bis sadaqati qala wa hunuran jiray tasaddaqu sadaq qurbuna ku xilna hayawi thalatha marat tasaddaqu fa kana min akthari man yatasaddaqu an-nisaa ila yawmin hadha wasida dumar gumogtay wa ana ka qalbu nuguli nabiga inkasto la soo eedeyo la tuqtirna shakata wa takfurna al-ajir ومع ذلك حق الضنقشدة ينقلاشها يوحترك مسلمين يذكر دبان ويكخير بدنيه حقاس إلى يومنا هذا واسدا وحما ساكين يا أيتام ضد صوبرا كعي ضد طبع ليسان يقرابو قدن قدي وحنطورها يوائيك طيب رقو حاوي الرئيب كوكلا بيرينو نيو البحنيسة وقدوبان لكي نتكب التوريا لزواج دا طيب فكان من أكثر من يتصدقوا تذكروا حصل قيسا وحأقبضنا النساء والضمر كمسلمات كأقبضنا ويكخير بدين أنك مكر لفيريه وأنا نحريس تاني كينيس أي كدب عسينيه باب الإنسات الخطبة خطبة إن لو أكرر عيونا دقيستو حديث الجمعة أي مرك أدلي شدي خطبة عيدينك أخبرنا محمد سلمة المراد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له للحارث عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي قال حدثني مالك بن أنس عن شاب الزهري عن ابن المسيب سعيد المسيب أما مسيب وحتى هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي إذا قلت لصاحبك هذا صاحبك أو قرب فديه كتر هذا أما مالك ما يشدون هذا فديه أنصت ودقر هذا خطبة دقيسة كتر هذا والإمام يخطب إمامك خطبين سيدة كتر هذا فقد لغوت لغو باللتيمد هذا لان فعلين باللتيمد أما عن تربقش باللتيمد إمامكم مرك إطلاقا وكل دقي حديثنا وحن نصوم الرئي صغة إذا قلت لصاحبك أنسد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت باب كان يباب كهورا مرك حقو حال مدين يفود يسير قلن هيا باب كهورا محوها وشيخ صوبة بيستي باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين وأهم من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم الخطبة فليقيم طيب مرك وجوب الإنصات بعد مدائن الشيخ باللابي لكن حقا نوحان صوم الرأي إن إنصاتك سواجبه ونسكبه تيكرته إطلاقا مرك إنو هلك الشيخ وحد عيكر تكاسنا أكتيس وضعيف كي هاي أما أعركو تخيير كهوري إيا إنصات كان ضم بإسمه بشين هيا تخيير كنوا في بداية الخطبة oo imaamku murku hadalka bilaawo iska dhaqaaqi karta asna asaba ku dooransiyay in saadkuna wuxuu ku dhacaya oo qosaya intii fariisatay ee khutbadii uu nagaatay taara waa macquul laakiin xadiidku waa sawaab ah maadaama hada makhrajkiisu makhraj waahid yahay in min baabi xaml mutlaq al muqayyid laga dhigo ida qulta li saahibika ansid wal imam yakhutubu faqad lagawt wa riwaya mukhtasara ee waxa ku timi riwaya mutawwala ida qulta li saahibika
أنصت يوم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطو فقد لغوت. مركب من باب حمل المطلق على المقيد لأن مخرج الحديث هو واحد، بعض الرواة باختصاريي هديك لي وحكى لازمها على رأي النسائي خطبة عيدين كل خطبين يا هداد أضو الله عشان صاحب قالونا وحيدك وهرج شيء أما خطبك وأصحى سيدي جمعة دي بين نقول وحسب بدل يسوي ركاد وسب بدلها يا ظهر بسب بدلها يا الكاس يتجيس صوابك وحوي لسكو حمباره. باب كيف الخطبة خطبة واسدة نوعي قاب كل خطبين. أخبرنا عتبة من عبد الله اليحمدي قال حدثنا عفوا أخبرنا ابن المرء عبد الله عن سفيان بن سعيد الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق جعفر الصادق وذكرنا اسمه بإلته جعفر الصادق عن أبي أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد بن علي الباقر نقول محمد الباقر الأورنجري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وحول السحاب قال كان رسول الله رسولك لو يقول كذا في خطبة خطبديسة يحمد الله يقول أن يفعل بما هذا كذا أنت هذا مودع معنا أهل ما كله فيري يحمد الله إلهي بكم هدين جري ويثني عليه وفلا أمان جري بما شيء الله كو أمان جري النبي هو أصوب أهله ومضيع هاي قلمه ثم يقول وحول جري بعد الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى من يهده الله إله روحه هنونيه فلا مضل له وحده من كرم مجره هداية عند أهل العلم وهداية التوفيق من يهده الله أي هداية توفيق وإلهام روح إلهي هننسي بمعنى قلبي سيمان قليه بل لجده وأنا هداية إن كان معتزلة يقدري يده. طيب هداية بمعنى الإرشاد والبيانة ومجمع والسكوة فقسنية هاي. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية العلماء يعامضوا يأنبيضوا يرسوشوا إن حق الروح الله عدية وبيان يتبيان يشرح يفافاين مداسي معزلنا ما إنكرسانو قدرنا مديدنو ومسألة مجمعة إنا يجرتو مدى كسي وين هذا مضم بين هوشاس مراتب الهداية كهذا الله هداية الكائنات لما ينفعها طائنا مرا مرا تلسكها يوامدا هذا النبي وكهل الله من يهده الله فلا مضل له روح إله إيمان هداية توفيق وإلهام ومدى اللودي ذا أنبياله إلا يلي إنك لا تهدي من أحببت حقا وحالي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم حقا وحالي إنك لا تهدي من أحببت لماذا هداية كالدوان قرآنكم مركة دعوة يوك لقضى هداية والله يدعو إلى دار السلام ما شاء الله محرن والله يدعو إلى دار السلام مطلقا وبيان ويهدي من يشاء بالهنا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هداية ضمته ويمرك ويهدي ذا وهداية التوفيق تيب بيان كيد ما بيانك واطهوري والله يدعو إلى دار السلام إلهي دار السلام بمضر الأوير بالبيان وباللسان الرسل والأنبياء لكن هنا وحاول ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مركة تندقال باكتاقا عقيدة القدرية والمعتزلة ويديدين وحيلي ينادي إلهي أمضي إن كمضى إيمان قلبي وذقلي إن أوسا قلين عدالة درها كدلا بيليين قال لما ضوضا ميشا كجرته طيب عدالة درها كدلا إذن محاد عبدنا أوسي سهداي إلهي حسن أوديدي يا جامع ودقلبي وإيمان أقلين ويدي وحالي هداية التوفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى وحو أضونك شقيستان معها لكن لا بد أدون مذول بوحال الجريء خيار إنه كفر قد دورته أما إسلام قد دورته أسواء قصد بناء وما حبنا وحين أولو عدي عضينتي واتكسمنتين خيار قلنتين واتكسمنتين خلقين واتكسمنتين عوائق دورنا إلا ذكاء قدرنا واتكسمنتين لكن أدون كاني بأسباب إلهي أقرني يمذا أنا وأنا أقرني النبا هدي إلهي أولادونا خير كان إلهي موحو لهاب ننكنسيي أدينا كودي ذي مسحق عليه ذي بكامن عيي. إذا وتفضل إحسان الله سبحانه وتعالى عبد من عباده. أذوقنا واحد رب كله اللي جمد ديني. أنت هوش اللي جوع عديي يا الغرد قاقي. مرك فضل جا ما يقول لطف ويجي لي زيادة لطف وفضل ومضى اللوكر دحيسيه وأنا جور يا عدل ضره آخرنا إلهي ومضى حكوا عذابها يا. هول أنا مركز صحنين قال لي ما مشى صوب برتاس أي دقائق مركز ويدي الدين
غزالنا وحوكو إلى هذا الله صعو كتاب يسأل الموقد من الضلال تكفير كم معتزلة وتصرع يتهور أنا هذا كورين بلنك على الله مسألة التكفير كأنه والباسو مذهب وديار صده وحي خلاف وحوكي أكتيسة كي هي مذهب دقدقة هي أو متصرعة وديك كهليلة هي أو مدى قاليسين تدو كؤرد هي بوكي هي غزالي على ضعف في معرفة الحديثية يولي بأقوانتي سكوصة بسان عقائد كي مذاهب كفرق المسلمين كتاب سأل المنقذ من الضلال وحقوط ولا قال إنه أمد كبت بعدي فلاسفه متكلمين قليها الإباحيين تيسوفية دا وحبضان وكباب بي مركو حو عدوي يلي معزلة رمانة من بدايتهم إلى نهايتهم إلا تكفيرياي وحور وتهور يتصرع يحقد الروي وانا الظلم مرة بنام هاوشي أردن سلف كنا وحيدا معزلين كتكفيرين واي أساقا بقال وحونا كوكينا مسألة أدريد غزالي وحولا مسألة القائلون بخلق القرآن نينك التكفير يا يحوي ومتسرع إلى التكفير حونا فرها لقى لما سألوسا فهن سني يعني وحاوي أسوه مذهب مالكتي وحي وردان مركز سلف كي يعلم هذا المسلمين تي وركو دون عرض الحائد بكل فطي لأنه مذهب كي سوحي خلافه هو تسرع لبكاسا إسكجرة سلف كنا وحيدا من قال القرآن مخلوق فقد كفر ومن توقف في كفره فقد كفر أحمد حنبل وحاكسوا علماء المعتزلة زنادقة سكدا عام علماء قالوا ومرتدين طيب وحيو التكفير كتاب كيسا أبو بكر خلاه كتاب كيسا السنة انت يرى هذا اللقاء هاي ومران فيريون ظلم كتاب قحان كواركي لحية تبام وداد ومعزلاء يقدرية أبو عين التكفيرية شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتب حول أحمد لم يكفر أحدا أعيان الجهمية موسى تكفيره وخطأ خطأ وحبر رجيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين كتاب كي سأل انتصار لحزب الله الموحدين وطابتي ونقضي أصوك حشون هاي يوحول هاوشاسي مجرته بل قد كفر بالإطلاق وبالتعيين أعيان الجهمية وكقر لي أصاهو قر لي هذا ضبها طوال أخرين كرتان أولها سمركة قد يدان مركة كسابسا هداية إيو كانتي معزلو وحيبها أير الله يستوي القول بخلق القرآن بأدرا نفي صفات الله بأدرا هؤلاء بضان بيكون عن مدان مركة إنكار هداية التوفيق والإلهام ما لا يكون أفو من بيكمتاي إلهينا أي جور يعدل الدهر أي أقرن هيان مركة مبطنة وأنا كفر في حد ذاته رقى قضية هذا وهذا هو حكم صاحب الإمام أبو الخير اليماني الشافعي كتاب سأل الانتصار الانتصار السؤال دير بعض وضع مساء عشر كي يوحق سيد قاليس بوسي هذا كوي محيو الجهات كونوا دين الإسلام كمديها ما أمن سن قال ويا أشيك إسلام طلب كفر انتهى من يهدي الله إله ننكو هنوري فلا مضل له وحد من كرائم مجره ومن يضلل روح إلهي ودمينا فلا هادي له إن أصدق الحديث هذا المدك أرنصني كتاب الله كتابك إلهي وي وأحسن الهدي هنون مدك أوناك سنة هدي محمد نبى محمد لقن كسي هنون كسيوي ومن اقتدى اهتدى وشر الأمور أرهم مدك أشهر بضن محدثاتها وحل سود الرسيوي وكل محدثة أي في الدين ولقاها اسكا يلا وخلدون نمان اشاعري يو جهميه يو قولي سكرا ومحدثات دي عموم كا وعموم مخصوص ما هو عموم محفوظه عام كلبا الى لو قبي عام محفوظه يا عام مخصوصه عام ان واحد تخصيصه جرين ولفظ قصده او غد بلارين هي با جميع الافراد اسو قالها يعني وحك بخكان مجرو وكل محدثه وعام محفوظ لان محذوحه لوجه الاحداث في الدين نبقى وحول من احدث في امرنا من أحدث مطلقا مجرد وحلي جرع وديدي من أحدث نك هول بالله أما أسكما ومطلق لقى مهلين وحالي من أحدث في أمرنا هذا مركب وكل محدثة أي في الدين وي شيء والبود دين تدحي هذا كي مادة لسود الرسي وبعد إكمال الدين مادة بدعة وطريق شيطان وكل بدعة بدعة والبنة
dalalatun baadi oo dhimid weeye oo kullu dalalatin fi nar baadi walbana nar bay galeysa weeye saaxiibkeedu hadii markaas ay baadi kufri tahayna waa sida waxa ka soo reebay maysid haday baadi macsiye fisqi tahayna tahta mashiyati illah baad geynaysa ala ra'yi ahli sunnati wal jamaa halkaas marka marinaysa ibn umar ba qaacida fiican ka sugan tahay kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar wa in ra'aha an-nas hasana bur mal bur saray بالعول با وحاول وضلال يا بالي في الدين بالي والبنا النار بالو غلا وان راها الناس حسنه دار قدم دار ما كان في مقدمه كتابي وحديث اترس عبد الله بن كسو بن مسعود بن كسو انت مركه هوشاسي بدعه لغويه وكل ما احدث ابتداء من غير مثال سابق بدعه لسكيد هذا شيء والبو ادو اد بلود بابورت مالك يمادن بدعه اهين ضيح قعميد كمان قال لسمي بدعوي تليفونك بدعوي وهذه وهابية ذا واجب وصوب حي صوب حذي معه هاي ركورك صوب حي يذا عبد وكان نقاش ويس ودين باشان هلا يصير دل ظلم يصير دل يديود بكور رمي يقارض وطن وحاصر دعي مسحر با مسوى آلة ثنائية مسوى علامة من علامات أشراط الساعة على كان نقاشه تقال بام بقى دعي كنت لحد الزرقور تقريبا طيب مركا هولها سكهولها الدونة أيضو بدعة من حيث اللغة طيب لكن طلقها اللي هو البدعة الشرعية حقيقة شرعية هي حقيقة لغوية إسهية نما خصيص الحقيقة اللغوية هنا الحقيقة الشرعية بدعو حوية واختراع في الدين لا يشهد له الشرع لا بدليل خاص ولا بدليل عام كما قلت واسك إنا هاس مركوا عام محفوظة ثم يقول مركاس النبي أورنجري بعت والله يدري أنا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم يو الساعة كهتي يا ساعدة قيامة وساعة تباني دكان وساعة النسخ بان قرها هي الله يعرب نسديد إني وي أنا يا قيامة أنا درا كهاتين أنا والله بذا فرودة وحيربان كله رينا كله رينا علوم حي بدن كتب بدنهن إن لا يداه هدي لقى فيري أدونك دمات كيس وح كدمان يوح الله صور ده في ووح يربا أدونك كدمان ملايين سنة الله صومري طيب يكمانكم وصلوا من نوع أدي الغف السورة أشراد اللوجي ده بعثت أنا والساعة وأشار الساعة تامرك أيضا مثال حقيقي أن تقريب أهين كهرنا والتقريب الله بدأ معاني وذاته بدأ ينرس كذا سؤال وكان نبقى حقها إذا ذكر الساعة قيام أمرك كالشيكي نبقى أم أسوق قال أدول إستاو إحمرد وجنتاه نفورها أبو ذنجري وجنتين كوا الله بدأ الله بدأ وذاته كشيكي كوالك إنه وان رحمه لمن هل كوري كشيكي طيب كان إنه يهيب اللو بدأ وجنتانكو رواية مسلم باكثر عنايد إحمرد عيناه طيب قومان كالبادن قوم وحاو تقانان كوتك ماشا كروي يسوي مركاسا إلي هذا لفظك مسلوحا إحمرد عيناه إنها قدودان جري طيب سيدوك الروح عصمرك وحناقها دا أما كورولا ديك باكسو إستاقيا نفور رديسا أما قومان كيسا وعلى سوتو عدك سنوا ديران جري عدك نبي سيدن كيسا كربوك عجري واشتد غضبه عليه سنوات درانجت على أبكي لا أكدق هايو كأنه آن مود نذير جيش إنه عيدا كدق هايو عل إنه كدق بعد مود أما النبي قابك أهل روق وقرأ وقرأ أما النبي حالته قدق هايو يقول له نذير كاسو يقول له صبحكم مساكم على وإن هو بريستي وإن هو قلبيستي وركبها وورين الله سيدي من النبي أهل جري ومرضوا قيامة سوقاره يأهواشي ذا ثم قال نبي حورنج يدجر واقي دنبي من ترك الروح كتغا مالها انت الروح كتغا او دنتا روح مسلم حوري الدنيا كتغا فلأهل ريركي سائسكالي ومن ترك الدين ننكي الدين يحول بدون الولاية كتغا او ضياعا اما ماتي كتغا عرور ضياع وعرور تأيه يالكي محستة ان لهين وحقي ما هو قعلا او ضياعا اما بيلاه كتغا يا محس فإلي حقيقة دينتا يددك مسلمين تدبن بأنا مسؤولك أو علي دينت أنا إسارنتهي ضياعنا إلي ضياعوا إلي أما دينت فعلي محاجرة وأنا ولي المؤمنين أنا وحان أهي مؤمنين تقعلك وديوان أهي روايك الحديث كوليه أنا أولى بكل مؤمن من نفسه في كتاب الجلالة بيكون من دونه إن شاء الله تعالى مركو جملة عن دنبه وتعليل جملة عن دنبه وأنا ولي المؤمنين وحي وتعليل هذا المسلمين تجعل كودي إياه أنا مسؤول كودي دينتي وحب حيال لواي أمام حست يعرض لما يسيب بيلاه رأها أنا إساريه محايا أنا جعل كودي
weligina hawshaas inuu sameeyo lagu ogeeyay qaybtan dambe xadiidku sabab buu lahayd waagi dambe ku nabigu khaybar uu furtay oo reebana ilaahay jabiyay oo yahuud ay lugta la baxdo hanti badan uu nabigu helay ayuu markaas ayiri oo deymaha asaga bixin jiray laakiin waagu hore ruuxi muslimka dhinta wuxuu oran jiray nabi maxamed deyn ma lagu leeyahay wuxuu ku bixiyo wafa ama ka tagay maya sallu ala saahibikum xaaladda adduunyada markay tabarta kala duwanayd iyo meel nabi xusaa wuxuu u yeelahay deynta hawsheeda iyo meeshay taagantay dadka dareensiinay oo nin walba dhimanaya inuu dardaarmo xoola uu ka tago intuu nool yahay deynta uu iska bixiyo maqsadkaas wanaagsan buu nabigu ka lahaana wadaadaan maray waana macno aan isdiidayno wey culimada qaarkood sida maalikiyada xadiidkan sharx badan bay ku leeyihiin qaybtan dambe weyba maxasta iyo deymaha iyo waxay leeyihiin waa waajib saaran mas-uulka muslimiinta mas-uulka muslimiinta waxaa saaran nin walba iyo qaraabadii inuu isu daayo ismaamulaan oo ruuxii dhinta caruurtiisa iyo ahalkiisa ay gacanta ku qabtaan ilmaadeertii walaalihii haddii qaraabo kale loo waayo baytumaalka iyo khaliifka muslimiinta iyo amiirka muslimiinta mas-uul ka ah caruurta iyo ahalkaas iyo maxasta iyo deymaha inuu meel saaro isagaa laga rabaa ayib dhaqankana hadde waa dhaqan jiray ima calaa sabiil wujuub baa mise wa calaa sabiil istixbaab baa khilaaf ka taagaya jumhuur ahlcilmi wuxuu ay qabaan inuu hawsha ay hawr mustaxaba tahay waajibna aysan ahayn saasay qabaan waraajix waa inay waajib tahay waxaa looga dariishanhayaa masale aan muran lahayn oo masala xoog badan ah oo hadday abaaro iyo dhacaan qulqulatooyin iyo fatahaad iyo roob iyo oy maxas iyo dad masaakiina barakacaan dadkaana wax kaloo lagu daryeela aan jirin waxaa laga daryeeli oo laga arad bixin oo guryo looga dhisi oo laga biili aqniyada muslimiinta xoolaha laga qaadi hadday diidaanna waa lagula jahado waa la dili xoolaha hadday bixin waayaan qolyaha aqniyada xoolaha xoog baa looga qaadi weliba xabad bay tegi waana jihaad fii sabiilillahi buu leeyay ibnu xasan fii maxallah wa bacdahu waxaa sidaa odhanaya muxuu ah juwayni waxaa odhanaya qurtubi waa hawsha waa hawl ogyahay maxaa jira waxay leeyihiin nabi maxamed sal slam wuxuu ninka martida socotada ee muslimka ah hadduu reer soo martiyo oy martigeliyaan waa khayr hadday martigelin waayaan oo ay ka seexdaan aayar xoolahoodii haka martigalo intuu raashinka soo shubta ha karsado wax kale hadduu waay waxaad intuu soo qabta ha gawracdo ha karsado wuxuu ka dhergana ha ka tago wixii kale ayaba u tuuro hadday isku dayaan inay u diidaanna asaguna ha dagaalamo ruux walboo muslim ee jihaadka ha ka qaybo nabi sallallahu calayhi wasallam fawaajibun calaa kulli muslimin nusratahu inuu nin walba u hiiliyaa waajiba haddii nin iska marti soo rabay nabigu uu dagaal u fasaxay maxaad moodaa ummad baaba ay soo qaxooti oo soo barakacday dadka masaakiinta soomaaliyeed ee meel walba daadsan abaaruhu ay ku habsadaan waa intooda wax haysata ee ganacsata wax gacanta ku haya ama miyi magaalo joogto waa in xoolaha looga qaado oon gaal aan loo baahayn UN iyo kristan iyo saliibiyiin doonaya inay muslimiinta diintoodii bedelaan oy baabi'iyaan waxa soomaali loo guri turkaano qaqaawana loogaga tegay ii sheeg maxay ahayd ay u daatan yihiin ilaa kaakuuma anu ma garanhayo so wax la fahma ma ah masaydan lo-da ee dhammaatay abaartu dhammaysay maa la daldalo oo yurub iyo galbeed la geeyo oo wax loo taro waxa soomaali iyo muslimiin loo daldalay warka inaad fahantaan wey qaxooti walbo dad muslimiin ay leeyihiin inay soo qaxaan oy gaala soo aadaan ma banaan waxaa waajiba dadka muslimiinta dhexdooda intii la dejiyo inteenna wax haysata waxaan hayna ee nala cunaan haddaanu diidna waa in xoogna looga qaado haddaanu diidno xoog baa la iskaga qaada waa jihaad fii sabiilillah yacni haddii mabda'aas laga duulay dhibkan maba jireenba baylahdan socotana maba dhacday nin walba shilinkiisi buula waxaa lasoo dejinaya maraakiib baabuurba laga gaacsan walaalkii inaadeerkii abtigii eedadiina gaaja u dhiman waxayna hoos joogtaa gaal gacantii bayna bar iyo hoos taaganta waa musiibo marka waxyaabaha lasu ciqaabi bay ka mid tahay marka xaalatu likhtiyaarna hawshu waa istixbaab xaalata daruura waalaafaadna waa waajib ninkii diida uu mudanhaya in la dilo hawsha waa in lagu baraarugo oo laisweydiiyo wey waxaa la mid ah jihaadka waajibay haddii dhaqaale loo waayo oo mujaahidiintu dhaqaale ku filan aysan haysanin jihaad iyo halgamaya bulshada kale muslimiinta laga qaaday waxay lagu halgami lahaa hadday diidaanna xoog baa looga qaadi alimaam muxuu abulxasan atasuuli ajwibadiisa uu jawaabay liamiir cabdilqaadir aljazaa'iri wuxuu yihi hadday diidaan waa lagu jihaadi xoog baa looga qaaday maxaa yeelay aljihaadu yajibu bilbadani wa binnafsi wa bilmaali wa bilra'yi ninkii aan asagu lafiisa u jihaadaynin maalka bixi baa leeyay lianna aljihaada bilmaali waa waajib
واجب كنك منعينا وحومطا المقاتلة أيوم مطا حب بالس كذا قاضي أما على وجه الضرائب وعنشور جوكتو صلاة كذا مر أما بشي مر لقى هذا النقط أما مد يوم هذا النقط أنت جهات كاسو مال أبا هاي هاي مال كاسو مال كان أنا لقيه لي كارين أما أنت أن الدين قاضي أن الدين تمال أنا كبح إن أنا نهين إذن كجهات كلا ذين قال محاوي إذن ولا دقيوي كل جاوا الجهادان أو قال إسكاك عيسان وعدو سطر أقابطان وأدي القادم بالربي هذا قيب إذن كمدو بدن كينا وأكثر أمة الإسلامية أي برادلي إسكاك جيفته ويمشن دع قرد ميزو ولا جير كمركز سوق ماء باب أي هانتي ذا يكون هالجميل هاي إن عدو أنا كباب إذن كلا إذن كرب هذا ديدان حبض بعض فور كذن كرد عوالي بحبض حقه وركوا إنا فانتا يلا مورن تاسين ملها شيخ الإسلام ابن تيمية وحاله ودي هدي هل جنك واجب كأها نقال كفيل لواي ماشى نقحوتي مساكين وبابي أي جوجان حق أن المجاهدين بابا هاي حوالا أي تاجين وحيرة الله لا يمشون تلقى أروري أما أغنياء يكون دقيقين مقحوتي ببركة عيد الله سين قاتل ودمانية مسجهات كالله سين شيخ الجهات كالله سين مجند لودي بيا دت كان محايل آفة سماوية وحق رب كتب بيكون بابا هاي وحقيب سمنا ما هي إنه وحاه الضرورة تنوى مصلحة عامة للدفاع عن الدين والمقدسات والحرمات وإعزاز الدين وي. هذه المصلحة العامة تقدم مصلحة خاص كان دبا اللوجي شيخ الإسلام وحوق جارسية حتى مررها قارض حول حاران إلا جهالك أيو جارسية هؤلاء شاسي التفصيل كلي أبا أنت وحاوي ونعنا عدم بريها دمبلا وذو نينك جهاتك العقد سبحون ويحولي سبحون ويا إن حولي سمع عضاء كهله حقا نقبان فقو صنعنا هدو إسوالنا حبط باتقانا باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة أو شيء إن أدلو فهموي آمن كيسا نمخو السيئو نحن نحكم الناس بعقائدنا ذاتك وحاد كحكم وحاد أدوك الشيخ مهدو آمن سنتهي وحاد يقو آمن سيئو كحكم ميسد مشركين تان أن دحد جوجنا بمسلمين بإسكا آمن سيئ نينك سواحيلة كافر باتا مدى كرتين نينك سواحيلة كان دحد جوجتا كافر باتا داد ترادو وحي كوكو دعيس ويدية دارك الدورة ما أقولو ذاتك كحكم ما إنا ما يعتقدون وحان كحكم إنا ما نحن نعتقد وندين الله به وحن إلهي أقدين دقاني نانكو حكومينا نينك إمامك المالكي قام قادقة مال فردية هادين نباش الله كيانو نباش نين كفانك صوفاك توضاك مكا دنتان فاك تقعانتو قوين حلو أركا إنو يهي سارق حنفي نينك نباش كحنفي هالنغض شافعي هالنغض آن قبين إن نباش كو سارق يهي طيب نينك حنبلي قادقة مال فردية هادين الله كيانو نين عارية ديدي وحاري يستو إنكرهايا أقدم ما مغراتك عضات جاحد العارية وكسارق عنده بقينية وإن كان جاحد العارية شافعيا مالكيا حنفيا أو شاولي أكو خلط منها نحكم الناس بما نعتقده دينا وندين الله به طيب مسائلك وين يسد أكو صعودان وحد أدوك الدين وارغت روحك ولا رقمي أصوحه آمن سنيا سيقو تالا مثلا قاضي باتاي أمير باتاي مفتي باتاي وحالك لي هبلي هبلو وإسقبان قبرنا ومصلية نينك إنه واتارك وصا شيخ وكور محادي تضغط وطارك وصا قال يا محادي شيخ مال وحادي وقال قبرنا ويكفر انتاي أصوحه آمن سنيا يعني مسلم فاسق أو خير بضان سيد إسلام توقفرتي هو شاولي أكو خلد منها دد بضان بأكو خلد وقضيات إيقا قضيات كاس أدس كده إلالي والمغلى يوركي اعتصامات دايسي قال لنا عشر كان يرقى شيء يعني هو شهادات كفرتان دون كورن بافوبي وحكى ضلال هيا ان محمدا عليه الصلاه والسلام لم يقم الحجه على العرب لماذا عرب ميسن امن سيب النبي ساحر يا كاهن يا مجنون يا نين والا بيبو اركايين هذا ترى هبل وحي اركايان قيمين هيا وإطلاق لما سلدا وتفصيل دقيقة على الأصمين وتكبابي زندقة جيسة وين بقى الصبح وش أسكى إلالية أصل كد كدول وحاول على تفصيل يمن دون في بعض المناسبات وحاول نحكم الناس بما نعتقده وندين الله به أصل قوام الدس هدسوا أبو بكر يا صحابة وحي أمن سنين مانع الزكاة كل ما يصدق كوي منع الزكاة كان محي سمين هاي
waxay aaminsanaayeen bay ku dagaalamayeen labada dagaal kee saxna marka waa yahay deelka lagu kala bixiyo hawshaas isku ma lugooyay ka socdaa hawshaas ku dagaal ku afoobina baabu hadd al-imam ala as-sadaqati fi al-khutba imamku burintu caraabin hayo baab taay sadaqada khutbada dhaxeeda inuu imamku ummada ku caraabiyo inuu wax la baxo ahadiis hore maxadidkii imaan aan dhameystirin ka hore mayaan baabkan dambeeyay insha Allah bal hadith kan aan ka dhaw wuxuu qamqamtaydu way iska soconi أخبرنا عمنا علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا داود ابن قيس الفراء قال حدثني عياد بن عبد الله العامري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نبي حاكي بحا يوم العيد بحجر فيصلي ركعتين لبرك عود بوتكنجر ثم يخطب وخطبه أخنجر فيأمر أمد وحفرجر بالصدقة إن وحل لبحه فيكون وحان نقنجر أكثر من يتصدق تدك أبغنا وحل لبح النساء دمر كمسلمات كأه فإن كان له حاجة نبي حدودا ليه أو أراد سمعت إن جملان تيورا كفي عن تاير ويداني أو أراد نبي أما أودونه أن يبعث إنه در بعثا أي سرية وجيشا إذا مسلمين تكلم قضية سكه لجري أمضان يا خيل أركبي من الأورنجر وإلا حدوث النبي ودنتاس يعيدا أبابولين رجع قولي يسيدو كل بنجر وحكو قابسا جري وعلي قود أخبرنا علي بن حجر ابن ياس السعدي marka nabigu dad ciidan ka dirahayna waa marka aan u yahay ciidan muxuu ahaay aan rabi sirtiisa inay qarsoonto marka la doonayo hawl sirriya inay tahay nabigu meelaha caamka kama sheegi jirin haduu sheegana kana warra tay la munaafiqiin ba meesha dhoban oo xisirto dhan bixiraye akhbarana ali ibn hujm yas sa'd qala hadathana yazid wa ibn harun al-wasiti qala akhbarana humayd ibn abi humayd al-tawil ayna hasan al-basri anna ibn abbas khataba ابن عباس بأخذ بي بالبصرة بصرة أخذ بي وحلو أميرك كأها كان أميرا على البصرة لعلي في خلافته رواية بيها قيدة رقدني مع عديسي خذونا وحيد علي في آخر شهر رمضان رواية كلا عديسي عند البيهق ودرقدني وكذا عند أحمد أن ابن عباس خطب في آخر شهر رمضان بيش رمضان قبا دي بأخذ بي وحلو أخذ بي بالبصرة وكان واليا وأميرا عليها لعلي فقال وحيدي أدوا زكاة صومكم صوم كن الزكاة سبحية خطبة بوسا كويري صوم كالزكاة سهلا بحية ما قاعد هذا كي رب بس رشوا حليه هوش وكل عصبيت بيدعوا بدلنا ما بقارينه وحبي فهم وايد حد الزكاة صوم محيا هاي زكاة حوالا نقانه أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ذكوا حجوا ذكى لين ينظروا إنه إجا يبعضون بركض إلى بعض وإسفيريان ابن عباس محوك الله يا ابن عباس مرحو ضرامة إلى سن فهن سنين بندمان كان ب هو شايلة وخذ بيني وعلى قدر التوبة خاص أو مدد خاص إليها هاي وخذ بعامه للمسلمين أيضا هاي فقال بحور من ها هنا من أهل المدينة من ها هنا من أهل المدينة ريم مدينة ماشي يا كجوة ريم مدينة هل كان يا كجوة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم استاقوا وعليهم وحبرا وخذ بيني لما يقول ريم مدينة وحين ماشي جوة إما قلها هاي تد استاقتان ريم بصرا سنة هلا برو جهلوا إيه هاي الرب مدينة علماء تين وإلنا ما حد بدرس الله إذا يدنكوي فعلمهم وأحبر فإنهم لا يعلمون ما قرنها ينبول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض إنه فرض يا لي صدقة الفطر أفرك الزكاديسي على الصغير متكير يوال كبير كوين وايلك والحر مد مرحبا والعبد أدون وذكر اللب يوال أنثى دكبا نصف صاع بر نصف ساع نسك أو بر واجب يلي ورق ما هيان أو ساعا أما ساع سوس أو من تمر تمرة أو شعير أما هيد أما قرب يعني سوس كم مركب لبك يلي وحير بنقون ربع لبك يلي ربع ساع بنقون هيا نسك ونك يلي يضو وحير بنقون هيا حديث كان يضو حلو بدن يعينو سن أصحين بلو بدن حديث كان بحي لي سماع الحسن البصري عن ابن عباس لا يصح ليس للحسن سماع عين عباس ساسا راجحة سيدا درتيت با علي ابن المدينة ابو الحسن كتابك سعيل لك جوز كيري الله هايو عيل كزيوابا اللواي انت يري الله يا سبحان الله كنتن يكوبات يا سبحان الله لحنا يكوبات بوحكو عديي ابن عباس يا حسن انا حتى اوصل لكل من اسكدام سماعي لم يلقى لماذا بالي الامام صاحب العلل عيل كان فنك اساك وهيستو حويري حلو ابن عباس بس رجوغي حسن البصري وحكمه على المدينة أصغير كان يعيش في المدينة أيام ابن عباس كان في البصرة
marka lam yaltaqiya walam yudrik ba'dhum ma ba'dhan buli sama'na majru fi mas'alat al-basr hawsha aad baa ugu fogaali waxa kale oo qadiyada ka hadlay ibn abi hatim fi marasilihi subhana sudan yasdahat al-imam an-nasa'i hadith kan asuq wa ilayn doona sharihu hawsha ku khaldan xuri an-nasa'i wuxuu keenay doona hadith asuq muttasila bu keenay doona wa hadithku marka waa muttasil riwayadu an-nasa'i keenay doona kitab az-zakah ku iman doonta kitab az-zakah laba kun shan boqol labaatan iyo toddoba waana nusadan haysaa dee raqam keedan ka hadlay laba kun shan boqol labaatan iyo toddoba ku iman doona markaasuu cilayn doonaa sanadkan wuxuuna odhan doonaa sida sawaabka waa mawquuf ama waa mursal can alxasan albasri xadiidkan mutasilka can alxasan albasri camna cabaas ee marfuuca ma jiro odhan doona waynu gaari doonaa aduu marka nasaa'i iyo cali madiini iyo abuu xaatim alraazi bayhaqi wuxuu leeyay sunankiisa xadiidu lxasani can ibn cabaasi mursalu marka hawshaasi nasaayina halkaas uu marayaa daal qudni ma sida maray kitaabkiisa sunanka ah marka xadiidkan waa macluul in qataac buu ku cilaysan yahay laakiin macnuhu ka hadlay waa macno asagu jiray allahuma intan dambe nisfa saaci burin ah nisfa saaci burin xufaad waxay u badan yihiin inuu yahay wax yimid bacda mowti maxamed sal slam oo tacdiil iyo qiyaas iyo ijtihaad yimid ah oo uusan ahayn qowl nabi maxamed أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم الحنفي عن منصور ابن المعتمر عن الشعبي شغل بالي وحي لما نفسر إن حديث كان محمد شو يا صحيح المرفوع منه أنت مرفوعة صحيحة هذا لك يقول علي المرفوع منه صحيح طيب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا أبو الأحوص السلام بن سليم الحنفي عن منصور عن الشعبي بعدين قلت شيخ شواهد سكوت إنه كصحيح هنا عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر مالك الله النبي نأخذ بيي بعد الصلاة الصلاة كذي ثم قال وحوري من صلى صلاتنا روحي صلاة ندت كذي ونسك جور عن نسكنا جور عن ندى لإنك صلاة عيدة كذي ونسك أي ذبح نصكنا ذبيحتنا أو كلام ذبحنا كذبحنا جورا عن وح جورا عنه كان جورا أضحيديسي يعرفي زجيسي فقد أصاب النصك أي فقد أصاب السنة والعمل بيكدق أنتاي أما ذبح جب وكهب صدوها ليلي ثم ومن نسك الروح جورا قبل الصلاة صلاة كهر نك النف جورا عنا فتلك شاة اللحم والنف هربة ودباح وسك جورا عدوي طيب ما عمل وافق سوي طيب مأموراتك هذه الخلافه إن جهل جاذو يتأويل كذو صنع في عهين وهذا قبعة كن كذا ودليل شذا. فقال أبو برد وحول يا رسول رسولك إلهي والله لقد نسكت أنا وحان جور عليه وله نافك قبل أن أخرج إلى الصلاة إن صلاة أنا أصبحين محاجر وكلف متأول بنهايو عرفت وحان قرتبه أن اليوم ما أنت إنه يوم أكل وشرب أنت ما أنت ما العيدات وعبتان يا بطاشة إنه تيبان قرنها يبور يعوتان. فتعجلت مركزا دقدو هليب كيغان هورمرسداي نافكي بان دربا غوراي هاوشي وحان اسكا دغان نين غاري وحريف اه فاكلت وان صوعنا واطعمت اهلي ريكيغان وان قودي وجيران درس كيغان وان نولان ساك وان لقرا ديربا لو قرا دي طيب صلاتنا وان اني امنا بي الله فقال رسول الله صلى الله عليه تلك شات اللحم وحاسو تاويلو شيكتيبا اعتبار ما لها تلك شات اللحم طيب نافليبيد وي واحد غور عدا ليش قال النبي وحو النبي الله هدي تاويل كاسون واي وحور صحابي فإن عندي أكتيدا وحاء جدعة نافر الرياء أو لصو الكدع صدي عفو الكدع صدي خير كان وناكسنبا من شاتي لحم اللبن ناف فكقيابا ونف قولي سو سبع عن لوع الفيو اللو كوريات مدوح اللبن ناف فكفي عن طاي دا أهان هبا ياراتي لكن طيعا وكقيابا انت فهل تجزي عن إنما لو ما يقول إيسا وحرطة دانك ورعصاك قال النبي حور نعم وكاقود إيسا ولن تجزي أما التجزية كان جودي ميسو عن أحد بعدك ومسألة خاصة أحدنا ذيك هنا كجودي ميسو ما أنا قط بضاي مركه ضرورة يمحوها ربك قال أو يبال وقف صحي تخصيص بعضه قاد قبتال لكن أحد كان لما الحاقين كرو وذا ذه قبة شيء مخصوص كأه وحلو قياس قلنا كرا ما شاركه في العلة لا الحاقين كرا وحي شرديان وينوس منصوص أهي من النبي بعدم الإلحاق هذو نبي إيمان لها كلية نبي الله وصاصة يقول عضي وحرت أصلا هيستم جورعي كرا واتجورعي كرا ترى نبي أنت أكو قابسته وحن الحاقين لهين نين والبي قابسته وش أبو برد أي قابسته لكن هذا حايا لو لن تجي
عن أحد بعدك. هذا بالله التوفيق.